هناك أشياء معينة تريدها من الحياة ولكنك لا ترغب في العمل من أجلها. حزين لأنك لم تحصل على تلك الفرصة، لم تحصل على تلك المساعدة. متى سيصيبك ذلك الحزن؟ لأنك لم تفكر في مساعدة نفسك قبل كل شيء، لأنك أنت الوحيد من تستطيع تغيير نفسك. أنت من تشخص المرض وأنت من تكتب وصفة الدواء. وتأكد أنه ليس هناك شيء أكثر أهمية من المثابرة لأنها تتخطى كل شيء. ثق بنفسك واعلم أن الفرق الوحيد بين من ينسحب ومن يستمر هو أن الذي يستمر تجده حاضرا كل يوم، يعمل كل يوم، يصارع كل يوم، يتحسن كل يوم. وفعل كل هذا على الرغم من أنه شعر بالتعب وشعر بتلك الرغبة في الاستسلام، لكنه قرر رغم ذلك أن يستمر. هذا هو الفرق الوحيد. عندما تقوم بذلك العمل، السبب الذي يجعلك تستسلم ليس لأنك تريد الاستسلام، بل لأنك تستمر في البحث عن من ينظر. لقد درست اليوم لخمس ساعات، لقد ركضت اليوم لعشر كيلومترات، لقد أكملت اليوم عمل يومين. من يهتم؟ أخبرني، من يهتم بما أنت عليه وإلى أين وصلت؟ لا تنتظر نظرة الانبهار من أحد، اكتفي بذاتك وابقى جائعا لتحقيق المزيد. لا تغتر ولا تنظر للوقت، فقط استمر حتى تكمل ما بدأته. استمر في العمل، استمر في طحن، ولا تهتم بكل ما تبقى. انهض، انهض كل يوم واعلم أنها فرصة جديدة لك، اكتشفها. إنها فرصة لتتعلم، فرصة لتتدرب. ابقي على السيطرة، تحكم في أفعالك، اصنع المصير الذي تريده بأخذ المسار الذي تحتاجه. أعلم أنك لا تريد أن تستيقظ، لكن ليس لديك خيار آخر. هناك حلم نريد أن نحققه، الالتزام التام، هذا ما نحتاجه لنحقق ذلك الهدف. واعلم أنه دون العناء لن نعرف أبدا معنى الراحة. نحن جميعا نخوض هذا الاختبار بينما نحن عليه وما نريد الوصول إليه. هناك من لا يبالي وذلك اختياره، هناك من يجرب وينسحب بسرعة وذلك اختياره، هناك من لا يملك الجرأة للخوض في ذلك وذلك اختياره، هناك من يجد الأمر صعبا عليه وذلك اختياره، وهناك من لا ينفك عن المحاولة إلى الوصول لما يريده مهما كانت العقبات والعثرات. وحتما ذلك اختياره. قم بكل ما يلزم لتحقق ذلك دون أي استثناءات. قدم كل ما تملك من أجل ما تريد. رحب بالكدمات والندوب، إنها تذكار من المعارك التي خطها، إنها تذكير بالاستمرار عند كل مرحلة ضعف، إنها سيرتك الذاتية الحقيقية، إنها تاريخك. هناك فرق كبير بين 99% و100%.